من بهو مؤسسة الأهرام العريقة، المكان اللي عاش فيه عمره وأفنى فيه شبابه وعمره واجتهاده وإخلاصه لهذا الوطن، تم تشييع جنازة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مرسي عطا الله رحمة الله عليه. أقيمت صلاة الجنازة من عمر مكرم في التحرير، وزي ما كان يريد وكان موصي خرج الجثمان ملفوف بعلم مؤسسة الأهرام، وطبعا حمل يعني الجثمان أبنائه واللي تتلمذه على إيده ويكنوا له كل المحبة وكل الاحترام. وكانت حقيقة مشاعر الأسرة الصحفية عموما وجميع العاملين بمؤسسة الأهرام النهاردة كانت حزن وألم شديد على فراق الأستاذ مرسي عطا الله بعد مسيرة مهنية كبيرة شغل خلالها العديد من المناصب والمواقع القيادية. فعزائنا لأسرته ولأسرة الصحافة المصرية عموما ولمؤسسة الأهرام بشكل خاص. بعد مسيرة مهنية كبيرة ومشوار حافل شغل خلاله العديد من المواقع القيادية، كان آخرها رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، شيع جثمان الكاتب الصحفي الكبير مرسي عطا الله من بهو جريدة الأهرام بوسط القاهرة. والكاتب الصحفي مرسي عطا الله من مواليد محافظة الغربية عام 1943، والتحق بالمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة ثم كلية الزراعة بجامعة القاهرة. عشق الصحافة والتحق بجريدة الأهرام حتى صار واحدا من أهم كتابها. ويعد مرسي عطا الله أحد أهم المحللين الاستراتيجيين والسياسيين في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وأسس جريدة الأهرام المسائي إبان حرب الخليج مع مجموعة من شباب الصحفيين وقتها، واستطاع في وقت قياسي أن يقودها لتكون واحدة من أهم الصحف المصرية. وبعد صراع مع المرض رحل مرسي عطا الله، هذا الصوت الوطني الجسور الذي تخرج على يديه أجيال عديدة، حيث كان يعد واحدا من عمالقة الصحافة المصرية. من مصر طارق أحمد.